الفنانة رجاء الجداوي، أهلا بيكي معانا النهاردة في عالم الشهرة. أهلا بيكي. مدام رجاء وعارضة مصر الأولى الفنانة رجاء الجداوي، نتعرف على بطاقتك الشخصية. نجاة علي حسن الجداوي ده أنا، وشهرتها رجاء الجداوي، من مواليد الإسماعيلية، متزوجة من كابتن حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلي والفريق القومي سابقا، ومدرب بنادي الشباب بالرياض السعودية دلوقتي، أم لابنة واحدة أميرة حسن مختار، سنة تانية ثانوي وبس. مدام رجاء، حضرتك قلتي من مواليد الإسماعيلية وكابتن حسن مختار كابتن النادي الإسماعيلي أيضا في الفترة دي، نقول هل العلاقة قبل الزواج كانت من خلال وجودكم في بلد واحدة؟ اطلاقا اطلاقا اطلاقا، انا مواليد الاسماعيليه وحسن مختار مواليد بورسعيد، ولعب لنادي الاسماعيلي لكن ما شفتوش عمري، واتقابلنا في السودان في واد مدني، انا بمثل مسرحيه حضره صاحب العماره مع فرقه تحيه كاريوكا، دور اللي لعبته اللي قدمته قريب في مدام سهير البابلي، وهو بيلعب الدوره الافريقيه سنه 1970. اتقابلنا هناك في واد ميدني، وبعد 3 ايام بالظبط كنا متجوزين، وكان اول مره في حياتي اشوف ماتش كوره او اعرف الناس دول بيلعبوا كوره ليه، او كم نفر بيجروا ورا الكوره، او هو ليه واقف ومش راضي يدخل الكوره دي الخشب. لا عمري ما كنتش اعرف الكوره وما اعرفهاش فعلا. انا دلوقتي ممكن اشكل فريق واقول لك القوانين ويعني، لكن زمان ما طول العيش. لكن فعلا اتقابلنا، وبعد 3 ايام بالظبط كنا متجوزين. بعد 3 ايام بالظبط، ده كان عصر السرعه برضه، كان اسرع جواز، والحمد لله يا رب كان حظنا كويس احنا الاثنين، ان احنا بعد الجواز اكتشفنا ان احنا الاثنين كويسين الحمد لله. نعرف برضو البطاقه الفنيه. اول فيلم هو دعاء الكروان، اول عرض ازياء لحساب بيير كلوفاس سنة 1960 نوفمبر 1960 بفندق سيمراميس، رحلة طويلة مع الأزياء، رحلة طويلة مع التمثيل، فراق بين الأزياء والتمثيل، و6 سنين بالضبط فراق وفرق، بقول فراق بمعنى أن أنا فرقت تمثيل اللي بحبه قوي عشان عملي في مجال عمل جديد بحبه قوي قوي تاني برضو اللي هو التمثيل اللي هو عرض الأزياء. مدام رجاء، حضرتك بدأتي تقريبا التمثيل وعرض الأزياء في فترة واحدة، وكان أول أعمالك مع الأستاذ بركات والفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وعمل ضخم من كتابات الدكتور طه حسين وهو دعاء الكروان. يا ترى كان إحساسك إيه مع بدايتك في عمل زي ده؟ هي كانت خديجة بنت المأمور، دي كانت بنت صغيرة، بنت راجل مأمور عايش في الريف، المفروض انها مصرية قوي، وفي الفترة دي انا كنتش بتكلم عربي، كان العربي كنت بتكلم عربي مكسر، لان كنت بقالي 11 سنة داخلية في مدرسة فرنساوي، فكان لغتي كنت بتكلم عربي سريع جدا جدا، يعني تسمعي يا دوب اخر الجملة، وكلام الحروف متشابكة، فيأسوا مني يعني، قالوا هو النموذج ده اللي احنا عايزينه، بس ما تفتحش بقها الست دي. فجابوا لي الله يرحمه الاستاذ البدوي عشان يعلمني اتكلم ازاي. يا بنتي يا بنتي افهمي الكلام واهضميه وقوليه واسمعيه وانت بتقوليه. فقعدوا يعلموني ويأسوا مني، فقالوا بقى مفيش غير ان احنا نخليها بتاخد دروس فرنساوي مع مسيو ادمون تويما، وتطلع تقول جام لابان لاميلوكيا زي ما انت شفتي كده. كانت مدام فاتن تقول علموها، يعني البنت كويسه قوي بس خلوها تتعلم. اول يوم وقفت قدام مدام فاتن كان المفروض ابقى نايمه في السرير، وامنه جايه اللي هي مدام فاتن تبوس ايد خديجه وهي هتسيب البيت بتاعهم وتاخد القطر، القطر الدلتا بتاع زمان ده، وترجع على بلدها عشان تنتقم لاختها. انا قلبي كان بيرقص نايمه وايدي كده، وفاتن حمامه هتبوس ايدي فاعمل كده، يا بنتي ما تتحركيش، اقول لهم مش قادره من فرحتي، فاتن حمامه بوس ايدي انا، فكل ما يقربوا عليا يلاقوني بعمل كده ستوب
يا بنتي بتترعش. لا اقول لهم ما فيش حاجه، لكن من فرحتي، وكان دي اول لقاء ليا بيها، جمله صامته مش هقول حاجه، ميته ونايمه، لكن وانا نايمه مرعوبه. لم يعاد اللقاء ده مره ثانيه. يا سلام. لا لا طبعا، لا كان نفسي، كان نفسي. فمسكتني وقالت لي يا حبيبتي انت كويسه، عشان المشهد ده ينجح لازم تكوني نايمه خالص مستغرقه، وعملته. احنا لحد النهارده اعتقد ان احنا بنشوف رجاء الجداوي في القالب الارستقراطي كما هي. مش عارفه اذا كان ده بقى راجع لي انا، ولا راجع ان المخرج شايفني في التوب ده ومش قادر يخرجني منه. يعني انا برضو برمي مسؤوليه على المخرج، مالوش فضل عليا اللي طلع رجاء الجداوي كما هي. يعني انا اقول ان راجل مخرج جيد طلعني من القالب ده وحطني في قالب جديد، لكن اذا طلعني ارستقراطيه وانيقه وبقول بابي ومامي وراح الكلوب وهو هو ده، فانا اولا انا بطبيعتي مانيش كده اولا، يعني ده الموضوع ده جالي جالي من عرض الازياء، يعني 20 سنه او 22 سنه وانا محطوط على مجله الموضه، ما بتكلمش، ولكن الناس شايفيني على طول على سنجة 10، شعري على طول معمول كويس وعلى طول مرسوم وعلى طول لابسه صح نموذج انيق. طيب فانا النهارده 20 سنه رسخت الفكره في ذهن الناس ان رجاء الجداوي دي قاعده 24 ساعه قدام المرايه بتقول يا مرايتي يا مرايتي انا احلى ولا ست الحسن والجمال احلى، ما هو استحاله ابقى كده يعني. فدي الفكره الراسخه عند الناس كلها. لو اتواجدت في محل قماش ودخلت ست من الجمهور العادي، كويس انك انت هنا يا مدام رجاء ونبي نقي لي حته القماش دي، فاهمه؟ او ونبي طب ينفع ايه الحته القماش دي موديل، ما تختاري لي حاجه. فالمساله بقت حاجه ملتصقه بي، لدرجه ان كنت بسجل مسرحيه للتلفزيون، فالمفروض بشق هدومي فتشقت زياده شويه، وانا على المسرح ربطت الجلابيه كده، فواحده من المتفرجين قالت يا حلاوه شوف عملتها موديل. فالمساله اصبحت يعني مفيش فايده، يعني مفيش مفر من ان طب المخرج النهارده لو طلعني ست بلدي هيحصل ايه؟ ما هو لازم يكون في شيء جوه رجاء الجداوي يطلع غير بنت الذوات الارستقراطيه. ما انا عايزه اسالك ده، ممكن رجاء الجداوي من داخلها ممكن تعطي ده؟ ممكن تظهري في دور سيدة بسيطة ست بيت مثلا؟ جدا، ما انا والله العظيم انا ست بيت جدا في البيت، جدا جدا، وطباخة ماهرة جدا، وزوجة جاية ما اعرفش بقى ربنا يستر، زوجة جيدة وام جيدة. بس هي الفكرة عند الناس لازم تتغير عني شوية. طبعا انا فخورة بان الناس اعتبرني نموذج للأناقة، ده حلو قوي وبحبه ده، وانا مرتبطه قوي بالشغله دي، يعني شغلتي وبحبها وعملتها وعملتني واخلصت لها واخلصت لي، وعلى قد ما اديت لها هي ادتني. لكن النهارده في التحويله اللي انا عملتها، وبقول تحويله لان انا وان بدات ممثله لكن وقفت عن التمثيل 6 سنين، لان كنت سفيره طائره للاناقه وللقطن المصري في العالم كله. فلما رجعت تاني للتمثيل كان لازم ارجع في توب جديد تماما. في بعض المخرجين، يعني انا عملت مسلسل السنه اللي فاتت اتعرض في رمضان كان اسمه كسبنا القضيه، كنت زوجه لراجل مدرس غلبان استاذ عمر الحريري، دخله على قده، هي ست ما فيش فايده بتاخد مصروف البيت وتجري على البوتيكات تشتري لنفسها فساتين مش قادره تدفعهم، لكن تقول للست هاخدهم اقيسهم في البيت، وهي عايزه بس تفك عقدها يا عيني وتلبس زي كل البشر وترجع تاني، وعندها كليبتومانيا مريضه بالسرقه، شخصيه لذيذه قوي. وكانت زوجة طيبة، زوجة من اللي بتقف في المطبخ وميزانية البيت والبنات، وكان ليها 4 بنات وبتاع. إذا ممكن يخرج من رجاء الجداوي نقلعها توب الأناقة دي بقى، والنشا اللي هي شرباه ده والجبس اللي هي محطوطة فيه، ونخرج منها شيء جديد تماما. وده عملته برضه في سهرة في التلفزيون كان اسمها بماذا تشترى النقود. كنت سيدة من سيدات من الإيواء، بيتها وقع وكانت ست فقيره جدا وليها بنت وزوج، ومروا بتجربه فظيعه جدا عشان ياخدوا مبلغ معين، كان رصده واحد غني للانسان ليصمد قدام مصاعب معينه هو حطها، وفي النهايه
اللي بيضيع عمره واللي بيموت واللي بيعمل مقابل الفلوس. فكان برضو دور جيد جدا جدا، وكانت فيه رجاء الجداوي الإنسانة أكتر من رجاء الجداوي الممثلة أو العرض الأزياء يعني.